مشاهدينا الكرام، آخر خبر عندنا، وزير الزراعة يشارك في ورشة عمل حول مستقبل زراعة الزيتون. شارك الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة في ورش عمل تحت عنوان مستقبل زراعة الزيتون والتحديات، و طبعا دي نظمها مركز بحوث الزيتون وفاكهة المناطق شبه الجافة. ناقش المشاركون في ورش العمل الجديد في القيمة الغذائية والصحية للزيتون ومشتقاته. كمان يعني الورشة دي تناولت موضوعات حول الزراعة الكثيفة والعالية الكثافة ومواصفات الجودة للزيت المستخلص من أصناف الزيتون المنزرع في مصر والأسواق الواعدة. طبعا تفاصيل أكتر مشاهدي الكرام هنشوفها من خلال التقرير اللي هنعرضه دلوقتي. ده تقرير من ورشة عمل يعني هذا الأمر الكبير حول مستقبل زراعة الزيتون في مصر. ده إن شاء الله هنعرضه على حضراتكم دلوقتي، ولكن بعد هذا التقرير هنلقاكم بمشيئة الله في موضوعنا الأول من مواضيع التي سنطرحها وسنفردها هنا على مائدة الحصاد، الاستخدام الأمثل للمبيدات. وهيكون ضيفنا هو الدكتور عصام الدين كامل، رئيس بحوث السموم بمعهد بحوث الصحة الحيوانية. ضيفنا الكريم هيكون مشرفنا، ولكن بعد ما نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونعود إليكم مرة أخرى. طبعا أنا سعدت بحضور الندوة اللي تمت النهاردة، ووجود آراء متنوعة بشأن المساحات اللي ممكن أن مصر تتوسع فيها، سواء من التخليل أو من الزيوت. وأنا طلبت من الباحثين الموجودين سواء من الجامعات أو المراكز نعد خارطة موحدة نتفق عليها جميعا وفقا للإحصائيات الفعلية ونتائج الأبحاث والتكلفة الاستثمارية، سواء للزراعة المكثفة أو عالية الكثافة أو التقليدية أو استخدام المعاصر، بحيث يبقى عندي وحدة إنتاجية متكاملة بتاخد المنتج الخام وتحوله في النهاية لزيت، ونقدر نستفيد من مخلفاته لتعظيم القيمة الاقتصادية من زراعة الزيتون. جديد في الزيتون اللي هو آخر حاجات في سنة 2018 بتؤكد على كل ما هو قديم ومعروف بالنسبة لفوائد الزيتون في الدورة الدموية، أمراض القلب، الشرايين، ارتفاع ضغط الدم، جلطات القلب، أمراض السكر، وله دور جامد في كل الكلام ده. بالنسبة للأشياء المعروفة القديمة زي الصحة بتاعت البشرة والشعر والجلد، والنهاردة معظم المواد التجميلية اللي بتنزل بتعتمد على زيت الزيتون أو حتى بعض المخلفات اللي طالعة نتيجة عصر الزيتون. الجديد بقى فعلا اللي هو ان زيت الزيتون اصبح ليه دور في علاج الديمنشا او اللي هي ضعف الذاكرة التي تؤدي بعد كده مع تطورها لامراض الالزهايمر. ابتدى يبقى فيه برضو دور لزيت الزيتون في علاج الصدفية، برضو في الامراض بتاعت انقطاع الطمس للسيدات، مكافحة السرطانات بالذات سرطانات الثدي والبروستاتا والقولون. دي الحاجات اللي هي فعلا تعتبر جديدة. أهمية زيت الزيتون أثبته إن هو له فوائد كتيرة جدا جدا سواء لصحة الإنسان، فممكن وجدوا إن هو زي ما الدكتور كان بيتكلم دلوقتي إن هو تركيبه بالظبط زي تركيب لبن الأم، فللأطفال الرضع بيبقى مهم جدا جدا. بالنسبة برضو للشباب وجدوا إن هو بيعيد الشباب وإن هو مفيد جدا جدا كمضاد للأكسدة. بالنسبة لمصر، مصر فيها مساحات أرض كبيرة جدا لا تصلح إلا لزراعة الزيتون، فالمستقبل عندنا في الأراضي الجديدة كلها هو زراعة الزيتون. شجرة الزيتون هي الأمل في التوسع الأفقي في الصحراء، نظرا لخصائصها في تحمل الملوحة، تحمل الجفاف، تحمل درجات الحرارة العالية. احنا عاملين ورشة العمل علشان نتناقش في ازاي نبتكر وسائل جديدة للزراعة، ازاي نستفيد من كمية المياه المتاحة معانا، عملية التصدير هل هي نقدر ان احنا نفتح اسواق بحيث ان احنا لو انتجنا انتاج كبير نقدر نصدره، الصفات بتاعة الزيتون الزيت او الاصناف اللي هنزرعها عشان ننتج زيت الزيتون، ايه الخصائص بتاع الزيت ده، بحيث ان احنا المناقشات دي هتثمر عن توصيات نبدأ ننفذها في المراحل القادمة بالنسبة لزراعة الزيتون.
you.